رفضت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء القطاع الطبي في اليمن ب160 طبيبا وطبيبة في مجال طب الأسنان. طلاب الدفعة 16 طب أسنان احتفوا بتخرجهم بعد سنوات من الجد والمثابرة والعمل التطبيقي رغم الظروف الاستثنائية التي خلقها العدوان والحصار ومساعيه الحثيثة لإعاقة العملية التعليمية والأكاديمية في البلد، لتوصل رسالة للعالم كغيرها من الدفع المتخرجة من الكليات والجامعات اليمنية أن آثار العدوان والحصار لن تثلي اليمنيين عن مواصلة تعليمهم والإسهام في عملية البناء والتنمية التي يحتاجها البلد والذي يتعرض لأبشع عدوان وحصار عرفه التاريخ الحديث والمعاصر.